لو الحكايه فيها ان في انت في الاول بس عرفت الموضوع ازاي؟ بالتلفزيون. تفتح التلفزيون لا الاخبار جايه في ولا حد في مصر. احنا عم نحل بينا بسرعه فلسه صحابه الجوار جاي من عم حطك مولع فالسوار حاجة نوتك نوتك الجوار ماشي واح مصدوم في البتاع راح مقلوب على الرصيف انه راح طلعة اصلا المحل هم كاتبين شغل كانوا قاعدين برش سمعوا الازاز بيتطلقع في النار فالناس بتاعت جريوا بابايا طبعا اتخنق من الدخان عشان عنده القلب اتخنق من الدخان واغمى عليه فاصحابه بدوا يلفوا على المستشفيات لحد ما جه هنا. هو باباك اصلا عنده القلب وهو دلوقتي في الرعايه طمنوكوا على الحاله ولا قالوا لكم ايه؟ طيب لا ما مش عايزين يقولنا حاجه ومش عايزين يدخلوك. ختمت من فوق بس مش لازم الموبايل بتاعك. ايه الموبايل؟ هو اللي كان جايبه يقولوا في الطوارئ ماشي وانت في الطوارئ قاعد على الطوارئ لسه عايز بعد الطوارئ يا جماعه لا هي نفس كنا كذا حد بندور عليه في جميع النواحي راحوا والهلال ما لقوش فجينا هنا الحمد لله لقيناه. كنتوا خايفين بقى لو قدر الله طبعا ما سمعنا الخبر اصلا هو شغال هناك في مطعم الشبراوي احنا اتفزعنا الكل اتفزع طبعا ما حادثه في مكان وحد شغال فيه لازم ان احنا نقوم نجري. صحيح الحمد لله اتأكد يعني عرفتوا امتى يعني انتوا بتجروا خايفين الحادثه ما حصلت اساسا احنا عرفنا ان هو فيه لان هو المطعم جوه المحطه يعني هو المطعم جوه المحطه اساسا بس الحمد لله يعني عرفتوا امتى ان هو الحمد لله لا هو حي يرزق يعني بس لما جينا هنا قالوا ودوا الحالات كلها على الهلال وكده ومعهد نصر الحمد لله هو الحاله الوحيده اللي فاضله هنا كله راح على هناك ويكسور وكده والحمد لله هم بيطمنوا عليه بصراحه هم هنا باللازم بس هو دلوقتي هيروح معهد نصر اتنين معهد نصر فيجو